السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو كيف عودتكم دائما فيما كيكون شي جديد صدرات وزارة التربية الوطنية كنخبركم به. في هذا الفيديو غادي نهضروا على اخر بلاغ وزاري اللي صدرات وزارة التربية الوطنية اللي التاريخ ديالو 7 شتنبر 2021. كيف شفتوا ان يوم الاثنين 6 شتنبر الوزاره صدرت واحد البلاغ كتقول انه تم تاجيل ديال الدخول المدرسي والموسم الدراسي الجديد ما غيبدا حتى ل 1 اكتوبر 2021، يعني اجلوا الدراسه. وفي هذا البلاغ هذا غتشرح لنا الوزاره كيفاش غادي تمر السنه الدراسيه. وزير التربيه الوطنيه عقد واحد الاجتماع اليوم وصدر لنا واحد البلاغ اللي المحتوى ديالو كيتعلق كيفاش غادي تدوز السنه الدراسيه، يعني هذا الشهر هذا واش غادي يعوضوه لينا ولا ما غاديش نعوضوه، امتى غتحبس القرايه. وبطبيعه الحال لائحه العطل المدرسيه غادي تتغير وغادي يتبدلوا بزاف ديال الحوايج، يعني ما غاديش يبقاو العطل بزاف. ندوزو مباشره باش نشوفوا التغيير اللي طرا على لائحه العطل. كيف كتشوفوا ما بقاتش حتى شي عطله، المهم ديال 15 يوم اصلا العام اللي فات ما بقاتش، ودابا عندنا عطله جوج العطل فقط اللي المده ديالهم 8 ايام، يعني ما كاينش العطل بزاف. والقرايه ما غتسالي حتى ليوليوز، يعني نورمالمون كنا كنساليو في شهر 6 ولكن دابا ما غنساليو حتى لشهر 7. ما بغيتش نقرا انا البلاغ كامل حيت المحتوى ديالو باين كيقولوا لنا ان الدراسه غادي تسالي حتى ليوليوز، يعني غنعوضوا شهر 7 بشهر 9 اللي ما قريتوش فيه. وبالنسبه للائحه العطل كيف كتشوفوا ما كايناش، يعني اللي غادي يقول حتى نشد العطله عاد نراجع ولا نوجد شي حاجه ما كاينش، يعني خاصك تعطي العطاك من الاول وانت خدام الا بغيتي تجيب معدل اللي هو مزيان. اول عطله عندنا اللي كتشوفوا ديال عيد المولد النبوي فيها غير يومين فقط، ذكرى المسيره الخضراء وعيد الاستقلال وفاتح السنه الميلاديه وذكرى تقديم عريضه الاستقلال، يعني نهار نهار نهار، يعني عندنا غير 4 ايام. عندنا 8 ايام و8 ايام وحده اخرى فقط في عطله نهايه الاسبوع الاول، يعني العطله ديال الدوره الاولى فيها 8 ايام ما كافياش الانسان يبريباري داكشي ديال الدوره الاولى ويوجد داكشي ديال الدوره الثانيه، يعني الناس اللي كيفيقوا حتى الاخر ما غتكفاهمش هاد المده هذه. وعندنا عطله ديال فصل الربيع وعيد الشغل وعيد الفطر جمعوها 8 ايام حتى هي، وعيد الاضحى 5 ايام، يعني مجموع الايام اللي غادي نجلسوا فيها هاد السنه هادي 27 يوم. 27 يوم فرقه ما كافياش نهائيا لشي واحد باغي يبدا يراجع من الصفر، يعني هاد السنه هادي خاصك تبدا لاطاك وتبدا التنظيم ديال المراجعه ديالك وديال الدروس ديالك وديال الخدمه ديالك تبداها من الاول، حيت ما عندكش ديك الوقيته اللي غتنفس فيها مزيان وغتقول غادي نعاود نراجع مثلا الدوره الاولى كامله. بالنسبه للناس اللي عندهم الامتحان الوطني والامتحان الجهوي كنتمنى انكم يعني تشوفوا هاد لائحه العطل بجديه وتعرفوا ان ما عندكمش الوقت للتفليه، ما عندكمش الوقت اللي تضيعوه، وتمشيو تخدموا ان شاء الله وتبداو هاد السنه هادي بالاجتهاد وديروا الهدف اللي بغيتوا توصلوا ليه ان شاء الله. سواء تجيب الجهوي بنقطه مخيره تفرح راسك وتفرح الاهل ديالك، سواء تجيب الوطني حتى هو بنقطه مشرفه. كنتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء الى بلاغ وزاري جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.